رد الجميل النهاردة عندنا حلقة مع نجم كبير، نجم من الزمن الجميل، نجم صاحب مشوار طويل ومسيرة رائعة. نجمنا النهاردة الكابتن الكبير كابتن ريعو. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن ريعو، وحشنا كتير. انتوا طيبين واهلا بيكم، وكل سنة وانتم طيبين دايما. في البداية الاسم الحقيقي رفعت رجب حسنين. الشهرة ريعو. ريعو جت منين ريعو بقى؟ دي جت يا كابتن من اول ما بدات الكوره بقى 19 سنين وانا في ساحه الجيزه، لان ساحه الجيزه كانت جنب البيت. عارف كان ساحات دي مع نظام ساحات دي اللي هو مراكز الشباب دلوقتي، فكانت ده البديل يعني. ففتره من الفترات كده كنت تعبت وجابوا لي ممرض كان بيديني كل يوم حقن. ففتره من الفترات بعد ما يديني حقنه واثنين وثلاثه واربعه، لقيته مره بيقول لي يعني انت النهارده ريعه ولا مش ريعه؟ فقلت له ريعه. يديني الحقنه بقى، استمرت بعد كده يعني. الطبيب اللي كان بيديك الحقن هو اللي طلع عليك اسم الشهره، اللي فضل بعد كده معاك طول مشوار النجوميه. من اول ما دخلت النادي الاهلي بقى وكملت يعني المسيره لغايه ما اعتزلت. تعالى بقى مع بعض نبتدي المشوار من بدايته، بدايه الكابتن ريعو من ناشئين الاهلي. مين اللي شافك ومين اللي اكتشف الموهبه منذ الصغر ورشحك للنادي الاهلي؟ وانا في النادي وانا في ساحه الجيزه يا كابتن كنا اشتركنا اول مره في انا كنت بلعب فرقه الكوره، كنا الاول بنلعب قسم مخصوص وطايره وسله في السن صغير 19 سنين. اشتركنا في بطوله بينظمها سلاح المشاه في العباسيه اللي هو بقياده اللي هو حسن رجب، وعليه كان سفير مصر في الصين، وقال له اعمل قريه فرعونيه يا كابتن. ده كان اياميها قائد سلاح المشاه، كان البطوله دي مشترك فيها كل الانديه والهيئات والكلام ده كله. لعبنا فشدينا الانتباه، الولاد الصغيرين دول اللي عندهم 11 سنه و10 سنين و12 سنه، فوصلنا للدور قبل النهائي في البطوله دي، فحبوا يكرمونا فعملوا لنا في الماتش النهائي بتاع البطوله ماتش مع الحكام الاردن واحنا صغيرين بس عشان يكرمونا يعني. وكنت خدت في البطوله بقى دي اول كاس في حياتي، كاس احسن ناشئ في بطوله السداسيات سلاح المشاه. كان في البطوله دي مشترك النادي الاهلي، كان بيدرب الفرقه ساعتها مع بطوله ناشئين الدكتور ممتاز، وكان المهندس انديل كان في نادي الزمالك يعني. واحنا كان في جزء مننا كان ميلوا للاهلي وميلوا للزمالك. بعد البطوله ما خلصناها وخدنا كاس احسن لاعب في البطوله، لقيت الدكتور ممتاز بيعرض عليا ان انا اجي ادرب. طبعا كان ليا شرف الانضمام بقى للنادي الاهلي من سنه 54 كده يعني. كابتن ريعو الدكتور